المتنبي شاعر الملوك وملك الشعراء، له أبيات جميلة يقارع بها الجلساء الذين قالوا إن له كلمات يدعي أنها من اللغة العربية وما نظن أنه أخذها من قاموس اللغة العربية. فلما سمع كلامهم قال هذه الأبيات الأربعة، قال: أتيت بمنطق العرب الأصيل، وكان بقدر ما عاينت قيلي، فعارضه كلام كان منه بمنزلة النساء من البعول، وهذا الدر مأمون التشظي، وأنت السيف مأمون الفلول، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليلي.